نطيل السادة المستمعين بعض الدراسات العلمية، بعض الدراسات الغربية، بعض الدراسات الأوروبية اللي بينات مجموعة ديال النتائج الجيدة للجنان بعد الصيام. صحيح حنا ما تنشكوش فيها، حنا ماشي عاد تنتسناو باش يجي الغرب يعطينا دراسة، نعم، مفيد، ولكن بما أننا ولفنا السادة المستمعين باش ننظروا على كل ما هو علمي، كل ما هي دراسات حديثة، يعني غادي نطيل بعض الدراسات، لأن الدراسات كثيرة جدا، بعض الدراسات اللي قاموا بها بعض المدارس وبعض الأخصائيين وبعض علماء التغذية سواء في أمريكا أو في كندا أو في إنجلترا، واللي تتبين مدى الأهمية ديال الصيام. هنا غنرجع المفهوم ديال الصيام، مش هو غير ما ناكلوش بالنهار، هو أننا ما ناكلوش بالنهار ولكن ناكلو مزيان بالليل. هذا هو المفهوم ديال الصيام، لان الا غادي ندوزوا النهار كامل حنا ما واكلينش، في الليل غادي نتناولوا ماكولات اللي هي مقليات في الزيت او السكري، فهذا ليس صيام. تنظر بطبيعه الحال، تنعاود ناكد، تنظر على الجانب العلمي ماشي على الجانب الديني. نعم. فدراسه امريكيه بينات على ان لو ان الشخص يصوم يعني فترات متعدده في السنه او لا مثلا شهر رمضان، فتيمكن نقصوا من خطر الاصابه بأمراض القلب والشرايين بنسبة ديال 40%. يعني ملي تشوفوا هذه النسبة، هذه اللي هي نسبة مرتفعة بشكل كبير، لأن ملي تنهضروا على مرض القلب والشرايين ما تنهضروش على مرض واحد، تنهضروا على أمراض، وأمراض القلب والشرايين هي السبب الأول للوفيات في العالم، سواء كانت بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق ظهور أمراض أخرى. ففقط الصيام الجيد تيقدر يساعدنا باش نقصوا بنسبة 40% هذا المشكل هذا ديال أمراض القلب والشرايين. لقوا بأن كاين هناك علاقة ما بين الناس اللي عندهم مشاكل ديال التنفس، مشاكل ديال الدماغ، والصيام، حيث أن الصيام تقدر ينقص خطر الإصابة بهذه المشاكل هذه ديال التنفس بنسبة تتراوح ما بين 15 حتى 20%. نفس الشيء بالنسبة للزيادة في الوزن، يعني بالنسبة للزيادة في الوزن ربما نرجعوا لها بالتفاصيل إن شاء الله في الحلقات القادمة. إن شاء الله ممكن نقصوا في الوزن بنسبة ديال 10% من الوزن ديال الشخص خلال شهر رمضان. بالإضافة إلى هذا، الأبعد من هذا، يعني دراسة كندية لقاو بأن الصيام الجيد والصيام المستمر تقدر يزيد في نسبة ديال هرمون النمو، وهذا الهرمون ديال النمو، إفراز هرمون النمو، وهذا الهرمون ديال النمو طبيعة الحال هو مهم عند الأطفال اللي تكونوا في فترة النمو اللي باقي ما وصلوش للسن ديال 18 ولا 20 سنة، ولكن بالإضافة لهذا عنده مجموعة ديال الفوائد. فهذا الهرمون ديال النمو وتتعبر به الهرمونات تتحرق لنا الدهون في الجسم ديالنا، شحال ما كان افراز هذا الهرمون النمو بزاف، شحال ما تيكون حرق الدهون بشكل كبير في الجسم ديالنا. الو استاذ، الصوت ديالك ما بقيناش كنسمعوك، تقطع بين الخط احنا والاستاذ نبيل. اعيد غير اكرر ان الجديد ديال الدراسات كما قال الاستاذ نبيل، يعني اللي تحدثت على الصيام بطريقه صحيه، يعني نصوموا في النهار ولكن ناكلوا ماكله صحيه في الليل، ممكن يخفف لنا من احتمال الاصابه بامراض القلب والشرايين حسب اخر الدراسات الامريكيه بنسبه 40%. خطر الاصابه بامراض التنفس من 15 إلى 20%، وايضا الانقاص في الوزن، وحتى الوليدات اللي باقين في طور النمو تتساعدهم على النمو وتتساعد حرق الدهون عند الكبار. نواصلوا معك استاذ نبيل، تفضل. نعم، فقلت ان هذا الهرمون ديال النمو يعني تيساعدنا باش نحرقوا الدهون داخل الجسم ديالنا، هذه من جهه. من جهه اخرى ان وجود هذا الهرمون تيساعدنا باش نقادوا نسبة السكر في الدم، يعني باش نقصوا نسبة السكر في الدم، ما تنهضرش على الناس المصابين بداء السكري، تنهضر بالنسبة للأشخاص العاديين، كذلك باش نقصوا من نسبة ثلاثي الجليسيريد أثناء الصيام ديالنا. فغير بالإضافة إلى هذا، الدراسة كذلك تتأكد على أننا يمكننا نقصوا من المشكل ديال الستريس، يعني مشكل ديال الضغط النفسي، بواحد النسبة تقريبا ديال 25 حتى 30%، عن طريق التخلص من مجموعة ديال السموم اللي كاينة في الجسم ديالنا. فمن تنشوفوا هاد الإحصائيات، نعم، وتنشوفوا هاد الدراسات اللي حنا عندنا في الدين ديالنا، عندنا في المجتمع ديالنا، بالإضافة لهذا إضافة أغذية اللي تحدثنا عليها، فعلاش نضيعوا هاد الفرصة ديال هاد الفرصة الثمينة اللي عندنا والفاوض؟ لأن المشكل اللي صبح للأسف أنه مباشرة بعد رمضان تلقاو أن هاد المشاكل تتكثر ماشي تتنقص،
يعني مباشره من بعد رمضان الكل تيصبح تعاني من ارتفاع في ثلاثي الجليسيريد وفي الكوليسترول وفي امراض ديال الجهاز الهضمي، وكاين هناك زياده في الوزن، وكاين هناك ارتفاع في نسبه السكر الى اخره. لماذا؟ لان ما كاينش هناك استعداد جيد، سواء كان نفسي او لا حتى غذائي، ما كاينش هناك استعداد جيد في البيوت. يعني تنعاودوا نكررها ربما اختي للمره الالف، رمضان ماشي للاكل، رمضان ماشي من اجل تحضير الحلويات الى اخره. نحضروا نعم، ولكن نحضروا اغذيه اللي هي معقوله، اغذيه اللي هي جيده، ونستعدوا نفسيا ونستعدوا بدنيا باش يمكننا ما نضيعوش هذه الفرصه هذه، سواء بالنسبه للناس الصغار او بالنسبه للناس الكبار. وتنظن ان لو اننا نبداو من الان، لان الصيام هو كيف ما تيكون صيام خارج ايام رمضان، يعني خارج ايام رمضان ربما الشخص تيصوم وتبقى الغذاء ديالو او الاكل ديالو عادي ليلا. نعم نعم. نحاولوا نفس الشيء يكون خلال رمضان، يعني ما يكونش هناك تغير كبير، ربما حتى بغينا نضيفوا اغذيه اللي هي طبيعيه، اغذيه اللي هي داخله في العادات الغذائيه المغربيه، اغذيه اللي تحتوي على مكونات غادي تفيدنا، ماشي مكونات غادي تضرنا، لان ادخال مكونات غادي تضر، يعني هذا تؤدي الى مجموعه المشاكل. يعني ما غنستافدوش من هذه الفرصه الذهبيه الثمينه اللي فيها التعبد والاجر والثواب، وايضا فيها الصحه، يعني ما نفوتوهاش علينا بالشراهه ولا يعني الجري وراء بعض الاطباق اللي ما غتعود علينا غير ضياع ديال الصحه ديالنا. اكيد، وحتى هي فرصه تدريب، يعني فرصه تدريبيه، يعني رمضان هو واحد الفتره تدريبيه، لان الصيام ما خصوش يكون غير رمضان، الصيام يعني خاص يكون حتى خارج رمضان. الدراسات كلها تتاكد على ان يجب على الانسان انه يصوم على الاقل مره او مرتين في الاسبوع، هذه دراسات علميه حديثه تتاكد هذه المساله هذه. لماذا؟ لان نمط الغذائي اللي اصبح عندنا وطريقه العيش اللي اصبحت عندنا تستدعي وتتفرض علينا على اننا نعطيه راحه ونعطيه فتره للجسم ديالنا باش يقوم بالتخلص من السموم وباش يمكن له يقاد المشاكل اللي كاينه داخل الجسم ديال الانسان. يعني الا كان هذا رمضان يعني الله سبحانه وتعالى عطانا كفتره تدريبيه، خاصنا ندوزوه في احسن ظروف باش من بعد ان شاء الله منين تنشوفوا النتيجه اللي كانت خلال شهر رمضان، وتنشوفوا ان المشاكل اللي كانت ساعدنا رمضان في العلاج ديالها، فاكيد ان الشخص تيبقى تعطيه رمضان واحد الدفعه باش على انه يكمل ربما فترات متعدده طيله السنه ويقوم بهذه الفتره ديال الصيام، لانها فتره مهمه بشكل كبير، لان للاسف يعني الجسم ما بقاش عندنا من الجانب الغذائي، الجسم ما بقاش تيحبس ولا خدام دائما. نعم للاسف. اليوم كله هو غير تيهضم الاخ ديال اللي تندخلو وتيخصو باش يخرج هذيك السموم اللي كاينه في الجسم ديالنا، فولا الجسم ديالنا عايش واحد الدوامه اللي خصو يتكافى غير مع النظام الغذائي اللي هو اصبح نظام غذائي للاسف كيف ما تنقولوا غير جيد. ومن ابعد من هذا اصبحنا تندخلوا بكميات كبيره، لان هذه النقطه كذلك هي مهمه، لان ادخال الاغذيه بكميه كبيره كذلك خلال رمضان ليلا ما خاصهاش تكون، ما خاصش الناس يبقاو يستهلكوا. داكشي علاش قلت خاصنا نبداو نصوموا من الان، يعني نصوموا ايام فترات متقطعه. الان ربما بقينا على بقاتنا ان شاء الله بحول اسبوعين على رمضان، طلبوا الله سبحانه يبلغ الجميع، فيعني يصوموا الناس ويحاولوا بالليل ما ياكلوش بزاف، ياكلوا كميات قليله. علاش؟ باش منين يوصل رمضان ما يكونش هذاك الجانب النفسي بان راه شحال بالليل شحال ما مزيان، هذا خطا. يعني تنظن لو اننا نكونوا مقتنعين بهذه الدراسات هذه ونكونوا مقتنعين بالفوائد ديال الصيام، يعني كيف ما قلت هي امور اللي عندنا في الدين ديالنا لا يختلف اثنان على حديث ديال صوموا تصحوا. فلو اننا نعتمدوا عليها بشكل كبير، لو اننا نطبقوا هذه النقط اللي شفنا طيله هذا الاسبوع، تنظن ان ان شاء الله بحول الله غادي نحققوا الاهداف اللي كاينه وراء الصيام في الجانب العلمي وفي الجانب الصحي. ولكن للاسف يعني الناس اللي ما غاديش يحترموا هذه النقط هذه، فنطلبوا الله سبحانه وتعالى انه يعني يشافي الجميع، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى انه يتقبل من الجميع، وخصوصا تنوجه نداء يعني بالنسبه للاباء بشكل عام، خصوصا بالنسبه للسيدات، يحاولوا ما امكن انهم يعطيوا الان الناس اللي معاهم، يعطيوا العائلات ديالهم، يعطيوا الابناء ديالهم أغذية غير مضرة، إعطاء يعني أغذية مضرة، إدخال أغذية مضرة، راه نقطة اللي هي سلبية ونقطة اللي هي سيئة، واللي ماشي هذه هي الغاية من رمضان. نعم، نتمنى ربي سبحانه وتعالى يوفق الجميع ويوفقنا ويوفق الكل لصيام جيد، لصيام مزيان مقبول وبصحة جيدة، لأن كيف ما قلتي صدق الرسول الكريم صوموا تصحوا. أستاذ نبيل غنتلاقاو في الأسبوع ما بعد الأسبوع المقبل بإذن الله، تبقى على خير، كنتمنى لك جمعة مباركة وعواش مبروك، الله يجازيك بخير أستاذ، مع السلامة. أذكر أن الأستاذ نبيل